تطمئن الفرقة التي تقوم بها بعض المستشارين في داخل من مراقبتها بشكل العادي ديالها. وكنطلبوا منكم إعادة عملية التصويت لأن هذه السلطة بحكم أمام المرأة من هذه السلطة. كلشي يلتزم بالمكان ديالو، كلشي يلتزم بالمكان ديالو. وصحي حفاظا على الجو الديمقراطي اللي كتعيشها البلاد ديالنا، بغينا نشوفوا العمليه كتم بطريقه شفافه وسلسه. ولهذا كنتمنى ان الجميع يلتزم بالصمت، وعمليه التصويت تتم بطريقه سليمه. انا كابو ديال السلطه ما تمكنش من نشوف عملية التصويت ونحسبوا لعدد الأصوات اللي بالقبول ونأخذوا الامتناع. الله يخليك. نمر عملية التصويت.
لورا كتير لورا كتير